اهلا بحضراتكم جديد ومكملين حوارنا مع فريق 18 سنه الناشئين لكره السله اللي فازوا ببطوله الجمهوريه منذ ايام. في البدايه برحب بكريم حاتم صانع العاب الفريق واحد ابرز النجوم. اهلا بيك يا كريم. اهلا بحضرتك. منورنا. ربنا يخليك. والعظمه والجمال والمستوى والمجد ما شاء الله عليك. ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا كابتن ياسر. معانا احد النجوم الحقيقه اللي هيكون لهم شان كبير في الفتره القادمه خاصه اللي بيلعب تحت الحلقه والمركز ده نادر. معانا اللاعب عمر عماد. اهلا بيك عمر. ازيك يا كوتش؟ حضرتك عامل ايه؟ منورنا حبيبي يا كوتش. يعني قول لي البطوله دي ايه قصتها وهل انت كنت متوقع في البدايه انت تفوز ولا الماتشات كانت صعبه؟ ايه القصه؟ لا احنا عندنا كلنا احنا حاطين امل ان احنا نكسب البطوله دي مهما حصل مهما اللعيبه موجوده مش موجوده حاطين امل ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله. ما قلقتش لما لقيت في لعيبه مش موجوده سيف سافر لعيبه تم تصعيدها للفريق الاول لعيبه راحت مع المنتخب زي كريم يعني ما حسيتوش في لحظه ان انتوا قلقانين ممكن تخسروها ولا لا؟ لا طبعا زعلنا طبعا بس برضو احنا عندنا ناس ثانيه احسن. صحيح. يعني غيارات كتير ناس كويسه برضو يعني كابتن اسلام برضو هو كان مجهز كل الفرق الحمد لله. صحيح. طب قول لي يعني اكتر توجهات كابتن اسلام ليك ايه؟ يعني انت كلاعب تحت الحلقه ايه اكتر حاجه كابتن اسلام يقولها لك وانت نازل الملعب وانت خلاص لاست انستراكشن او لاست انفورميشن قبل ما تنزل الملعب؟ طبعا الريباوند والاوفنس ريباوند وبرضو اقابل اي حد دخل في الحلقه احمي الحلقه وبرضو ارجع اول واحد احمي الحلقه برضو. يعني يعني كل كلامه في الديفنس. ديفنس وريباوند ما كانش توجهاته ليك في حط الباسكت او بتاع؟ لا لا انت اهم حاجه عنده كابتن اسلام طبعا السيستم هو الدفاع. بالزبط. طب اكتر دفاع بتحبه ايه؟ يعني انت بتحب انت كراجل تحت الحلقه هل بتحب المان تو مان بتحب زون؟ هو الاثنين بس برضه بفضل الزون اللي انا كنت اتحلق يعني كل اي حد يخش كده الطوال بيحب الزون. يا باشا انا قاعد مكاني اللي عايز يجي صح مش كده ده بيحصل؟ بالظبط. هو واقف تحت الحلقه الجردات هم اللي بيروحوا بقى بيروحوا يجوا بيتمرمطوا عيني والله سهل. قول له يا كريم لان احنا اتمرمطنا ياما انما السنادر تحت الحلقه يا باشا والكوره بتتشاط يا جت ثلاثه بوند يا لمها فالموضوع بالنسبه لك سهل جدا يعني. طيب